بقلبه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجمل في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مدها، أخذت على ندب السهاب في عنانه. وقد فسوق في دبير ما فدى العلم وقاء مولد النبي الكريم، وحكاية ما ظل الله بها جعل المقرب التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسر الخط كما يسر التقديم، فعلي أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kliwonan Sawangarga nggih ada acara milad majelis taklim opo ayu ngaji nggih bijang bersama majelis Nurusubah dan juga Habib Husain dan juga bersama saya. Monggo ingkang wonten wekdal saged nindaki nggih njenjang dalu Sabtu malam Minggu tanggal 30 Desember nggih. Saya sampaikan